هذا الموضوع الطبي قد يكون غريب للبعض، هو عن كدمات الحزن. سمعتي فيها؟ طيب أنا ما سمعت فيها. بالمعنى الجسدي فعلا وليس مجازا، كدمات الحزن. بالفعل مدينة الملك سعود الطبية أكدت وجود ارتباط بين كدمات الحزن ومتلازمة تسمى غاردنر دايموند، وهذه المتلازمة نادرة وتصيب الدم وتسبب ظهور الكدمات. رغم عدم التوصل حتى الآن إلى سبب معين للإصابة، مدينة الملك سعود الطبية أوضحت أن كدمات الحزن مؤلمة وتظهر في أي جزء من أجزاء الجسم، خاصة الذراعين والساقين والوجه. سميت بكدمات الحزن لأنها غالبا ما تبدأ بالظهور بشكل تلقائي بعد التعرض للتوتر الشديد والصدمات العاطفية. ماكو كدمات الحمد لله. طب كويس، خلينا ناخذ تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع. ينضم الينا في الاستوديو اختصاصي امراض القلب الدكتور ريان الجاني. يا هلا وسهلا دكتور، صباح الخير. صباح النور. يا هلا حياك الله يا دكتور. صباحكم، صباح المشاهدين جميعا. ما عندنا كدمات بس يعني القلب متروس. بس القلب متروس يا دكتور. سلامتكم. يعني البعض قد يتساءل يعني كيف لحاجه نفسيه، زعل، قلق، اكتئاب يظهر ككدمات في الجسم، طب إيش هو التفسير العلمي لذلك؟ أكيد أكيد، بالبداية حابب أكد على المصطلح العلمي المقابل. كدمات الحزن أو كدمات الشدة النفسية هي فرفرية نفسية المنشأ أو السايكوجينيك بيربرا، هذا الاسم العلمي المقابل. السؤال حضرتك، يعني السبب المحرض الرئيسي هو التوتر النفسي والشدات النفسية والأمور العاطفية الشديدة. الآليات المفسرة مختلفة عليها، بس فيك تعتبري آليتين رئيسيتين بما أنه هي كدمات. ممكن يصير تخرب الكريات الحمر أو يصير نزيف تحت الجلد. تخرب الكريات الحمر ناتج عن سبب مناعي أو آلية تحسس الذاتي للكريات الحمراء، يعني الجسم أو المناعة الذاتية عم تهاجم الكريات الحمر، بصير تحلل وترسب تحت الجلد. الآلية الثانية هي النزف، بصير بسبب ارتفاع هرمونات الشدة اللي هي الكورتيزول أو الأدرينالين. بس ترتفع بصير خلل بعملية التخثر بالجسم، وآلية الإرقاء الدموي والتئام الجروح بدأت تتأثر، بصير الوعاء الدموي هش وبصير النزف يخرج خارج الوعاء ويترسب تحت الجلد. طيب أنا سؤالي من شقين، أولاً عند الرجال ولا النساء أكثر؟ عند النساء أكثر وبأعمار باكرة. طيب أعمار يعني مش كبار في العمر؟ لا وسطياً أعمار باكرة يعني. باكرة طبعاً. طيب الأمر الآخر، الكدمة قد تحدث إما من سقوطك على شيء أو شيء يضربك أو هذا اللي المتعارف عليها المتعارف، أو في أسباب دموية أو أسباب داخلية مرضية عضوية، أو حتى مثلا لما تروح أنت يدخل جسم غريب في مثلا طبعًا. حتى لو الإبرة طبعًا. ممكن، لكن يعني كيف هذه الأوعية الدموية تكون رقيقة وتنزف ويصير هذا الأمر دون ما أن يمسها شيء، مجرد شيء عاطفي؟ ما هو الرابط؟ أما هو هل هي ضخ دم أكثر من اللازم؟ كما أسلفنا التوتر أو الشدة النفسية طيب. أو الشدة العاطفية رفعت لهرمونات الشدة، هرمونات أنت ما بتعرف تأثيرها بالجسم. طيب يعني تأثيرها شديد على الأوعية الدموية طيب. أو تأثير المناعة، إذا الأضداد أو المناعة الجسدية هاجمت الكريات الدم الحمر، فهي يعني سبب نفسي شديد انعكس على الجسم. مثل في شيء عن اسمه الكونفرجن ديس اوردر او الاضطرابات التحويليه بالجسم. ليش بصير تشنج كولون عند الانسان بعد الشده النفسيه؟ يعني جسمه بصير يحول الاعراض النفسيه الى اعراض جسديه بنفس المبدا. ولحسن الحظ هذا الموضوع نادر يعني. طيب هو
متى يدخل الموضوع مرحلة الخطر؟ يعني متى أذهب لأستشير الطبيب؟ الخطر يكمن بالاختلاطات. كيف؟ في حال صار اختلاطات شديدة، إذا صار سكتات دماغية أو جلطات قلبية، إذا صار مشاكل كلوية أو قصور كلوي بسبب التهاب الكبب والكلية. الكبب والكلية هي المسؤولة عن تصفية البروتين في الكلية. أسباب ثانية هي نزوف، أو حالات ثانية هي نزوف. النزوف ممكن تكون خفيفة، ممكن تكون شديدة. في حال كان النزوف غير طبيعية أو غير مقبولة، في حاجة للطبيب أو أحياناً تداخلات إسعافية. طيب خليني شوي، صدرك رحب دكتور. إن شاء الله. طيب. إن شاء الله. اليوم البعض يقول والله إذا الدكتور ما عرف يشخص هذه الحالة يحيلها إلى ربما تشخيص غير معروف أو سبب غير معروف واضح. صحيح. بأنه والله دائما تقولوا لمريض السكر لما يرتفع عنده لا تزعل لأنه الزعل يرفع السكر. صحيح. لمريض القلب لا كذا لأنه ممكن. طب هل هي أيضا شيء غير معروف أساسا؟ طالما إحنا قاعد نتكلم يعني صدرك رحب. طبعا طبعا. شوف لنحكي، في نسبة كبيرة من الأمراض سببها غير مجهول، غير معروف، او ايديوباثيك بنسميه احنا. فلما ما بنوصل لسبب ملموس او عضوي بدنا نحوله للسبب النفسي او السبب المجهول. هيك يعني الموضوع صراحه كذا صعب انه كيف الواحد. بس ممكن احنا ما يصير عندنا هذه الخدمات بانه نخفف هذا الضغط. هل الصراخ ممكن يفيد أو الحركة الجسدية؟ أي شيء بيساهم بتفريغ الغضب والتوتر النفسي، أي الوسائل الممكنة لتجنب التوتر ممكن أصلا. يعني التمارين الرياضية والنشاط الفيزيائي، التأمل واليوغا، وهي الحاجات اللي بتدخل. الله يبشرك بالخير، اليوم رايح أكسر أنا. يلا الله يخويك. شكرا شكرا جزيلا لاختصاصي أمراض القلب الدكتور ريان الجردي، وسلامة قلوبكم دائما. شكرا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.